السلام عليكم. حضور متجدد للاتحاد الأوروبي في اليمن في بيانه الأخير الذي أشار فيه إلى الوضع الإنساني والسياسي في اليمن. البيان الذي حمل أكثر من علامة استفهام وكذلك العديد من المضامين ذات الصلة بالشأن الإنساني والسياسي لا جديد فيه على صعيد التوصيفات العمومية في رؤية الاتحاد للشأن اليمني باستثناء الإشارة إلى الوضع الإنساني والسياسي بشكل عام دون ما تفاصيل تذكر. الإشارة الأوروبية إلى التعاون مع الأمم المتحدة بخصوص الملف اليمني هي إشارة إلى الإسناد الأوروبي لجهود المبعوث الأممي الذي يمضي نحو أفق سياسي يبدو مسدودا أكثر من أي وقت مضى. تحدث أيضا عن القلق المتزايد من الوضع الإنساني في البلاد التي تواجه انتشار المجاعة على نطاق واسع وتعاني منذ وقت قريب من تفشي الكوليرا. وهنا مشاهدينا الكرام نتساءل، أين دور الاتحاد الأوروبي من تعهدات المانحين في دول الاتحاد والمتابعة للوفاء بتلك التعهدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية؟ وماذا عن الواجب الإنساني للمؤسسات الدولية وأهمية التحول من صياغة القرارات والبيانات إلى الواقع العملي؟ ولماذا لا يتم الاشتغال على أسباب الأزمة في اليمن كما وصفتها القرارات الأممية والبيانات ذات الصلة؟ كل ذلك نحاول الإجابة عليه من خلال حلقتنا لهذه الليلة من المساء اليمني. أستضيف في هذه الحلقة الباحث والمحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك مشاهدينا الكرام وأخواتي مباركة على الجميع. علينا وعليك إن شاء الله أستاذ نبيل. إذن قبل أن نبدأ حلقتنا كالعادة نذهب لمشاهدة هذا التقرير. الاتحاد الأوروبي يعود مجددا إلى واجهة الأزمة اليمنية، ولو على الصعيد الإعلامي من خلال البيانات الصادرة عن المنظمة الأوروبية التي تتموضع في مساحة مهمة من العالم. دخول الاتحاد الأوروبي في خط الأزمة الإنسانية في اليمن كان من خلال البيان الأخير الذي أصدره حول الشأن الإنساني والسياسي. قال الاتحاد إنه سيعمل مع الأمم المتحدة لوقف الحرب والأزمة الإنسانية المتصاعدة في اليمن والوصول إلى توافق سياسي يشارك فيه جميع الأطراف دون ما إشارة إلى معطيات ذلك التوافق. البيان أيضا أشار إلى أن الاتحاد يتطلع لانخراط جميع الأطراف وبشكل بناء لإيجاد حل سلمي تفاوضي للصراع برعاية الأمم المتحدة ووضع حد للأزمة الحالية غير المسبوقة ودون ما تفاصيل عن ذلك الحل. العمل مع الأمم المتحدة وجميع اليمنيين والفاعلين الإقليميين للبحث عن حل سلمي للأزمة مع بقائه ملتزما بتقديم المساعدة الإنسانية للمواطنين اليمنيين بحسب احتياجاتهم المتزايدة ضمن التأكيدات الأوروبية حد وصف البيان. الحديث عن حل سياسي بلا رؤية واضحة تستند على المرجعيات الأساسية هو ما أثار تساؤلات متابعين عن المعطيات التي بنى عليها الاتحاد الأوروبي رؤيته للمسار السياسي اليمني. إذا أستاذ نبيل، كيف تقرأ هذا الإعلان من قبل الاتحاد الأوروبي في خطط الأزمة الإنسانية ودعوة للعمل مع الأمم المتحدة لوقف الأزمة الإنسانية خاصة في هذا التوقيت من عمر الحرب؟ أنا باعتقادي في بداية الأمر ليس جديد هذا التوصيف بالنسبة للاتحاد الأوروبي في توصيفه للوضع في اليمن، هو يقارب المسألة من وجهة نظر إنسانية أكثر منها وجهة نظر سياسية، وهو اشتغال أيضا يعكس طبيعة الاشتغال المدني لكثير من المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبي التي تشتغل في إطار الأفق الإنساني والمدني للقضايا الحقوقية بدرجة رئيسية. وبالتالي أنا باعتقادي أنه الاتحاد الأوروبي هو انعكاس لتلك المنظمات التي تشتغل حقوقيا وإنسانيا في اليمن وتصدر بين فترة وأخرى بيانات وتقدير موقف حول الوضع الإنساني في اليمن. وبالتالي أنا باعتقادي الاتحاد الأوروبي كل تعاطيه مع الأزمة في اليمن منذ بداية الأزمة حتى الآن هو تعاطي لا يخرج عن النطاق الإنساني والحقوقي البحث، وبالتالي ليس هناك جديد، وخاصة أن الإشارات السياسية في البيان كانت إشارات خفيفة وطفيفة، لا يعني كأنه ليس معنيا بمدلولات أو بمآلات هذه الأزمة سياسيا، بعكس المقاربات الأمريكية أو المقاربة الأخرى الاتحاد الأوروبي يتصدر الموقف من موقف مدني إنساني حقوقي بحت. نعم، إذا لو راجعنا موقف الاتحاد الأوروبي خلال عامين من عمر الحرب، ما هي أبرز المواقف له؟ أنا باعتقادي الاتحاد الأوروبي مواقفه تقتصر كما قلت دائما على المسألة الإنسانية والحقوقية بدرجة رئيسية، وكان من أهم هذه المواقف التي اشتبكت مع الحالة في اليمن هو مسألة الدعوة التي رفعت من بعض المنظمات لإيقاف بيع الأسلحة للتحالف العربي الذي يقاتل في اليمن.
هذه كانت من أهم القضايا التي أثيرت في الأروقة الأوروبية وفي الاتحاد الأوروبي تحديدا. أيضا قبل يومين أيضا كان هناك موقف جديد، أنه أحد الناشطين التابعين والمقربين لجماعة الحوثي حضر جلسة في مجلس في الاتحاد الأوروبي وقدم تقريرا حول الوضع الإنساني وكسب تأييدا وتعاطفا من قبل الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هذه المواقف أيضا كل مرة تصدر بهذا الخصوص كلها تعني بشأن الإنساني بدرجة كبيرة، وهذا يعد انعكاس أيضا للإخفاق الموجود على الأرض. الإخفاق الذي تركه التحالف العربي، الإخفاق الذي وقعته أنتجتها الحكومة الشرعية التي عجزت عن أن تحقق الحد الأدنى من المطلوب الإنساني فضلا عن الواجبات الأساسية والرئيسية التي تتطلبها الأوضاع في اليمن، كرواتب الموظفين، أيضا الضروريات الأساسية كالغذاء كالكهرباء. نحن أمام فشل كبير، فشل مريع، يتقاسم هذا الفشل طرفاه الحكومة الشرعية والتحالف العربي. وبالتالي كل هذه الإخفاقات هي نتيجة طبيعية، وهذا التدخل الموجود من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية هي تحصيل حاصل لواقع أصلا فيه اختلالات كبيرة، فيه فشل كبير، وبالتالي فيه مجال لأن تتدخل هذه المنظمات وتقول كلمتها وتؤثر في الرأي العام الدولي ويصدر مثل هذه التقارير. يعني لماذا التدخل هو تدخل إنساني؟ يعني لم يتم ذكر الموقف السياسي إلا طفيف بشكل طفيف، لما لا يكون البيان أكثر وضوحا في الجانب السياسي؟ لكي نكون أكثر دقة في توصيف الوضع بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي في مجمله هو عبارة عن مظلة تجمع كل الأوروبيين أو كل الفاعلين السياسيين الأوروبيين، وبالتالي هي أقرب إلى أنها منظمة أو إلى تكتل مدني حقوقي أكثر منه تكتل سياسي، مثلا على غرار الناتو، على غرار مثلا التحالفات الكبيرة أو التحالفات كحلف الناتو. يعني الاتحاد الأوروبي هو تعبير عن حالة حقوق الإنسان في المجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل عام، وبالتالي كل ما يصدر عنه ليس بالضرورة له تأثير سياسي أو له اتجاه سياسي، هو غير ملزم. كل ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي غير ملزم بقدر ما يكون عبارة عن إعلان وإشعار عن حقوق الإنسان في هذا الاتجاه أو في هذا الوضع، وبالتالي ليس هناك يعني انعكاس حقيقي في مجال الأزمة السياسية في اليمن سيترتب على مثل هذه البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. إلا أن يطرأ جديد، وخاصة في يعني ربما هناك شبه افتراق في الملف بين التوجهين الأمريكي والأوروبي فيما يتعلق بالملف القطري. ربما هذا قد يلحق مسألة من أي ناحية؟ يعني مثلا الآن في اتجاه كان واضح فيما يتعلق بالأزمة القطرية الخليجية عموما، أن الاتحاد الأوروبي كان أكثر تصعيدا فيما يتعلق بمسألة ضرورة حسم الخلاف الخليجي بالدبلوماسية والحوار والحلول التفاوضية والحوارية، بعكس الموقف الأمريكي المؤجج الأمريكي للوضع في الخليج. وبالتالي هذه اللهجة التي طفت على المشهد أو على التوجه الأوروبي فيما يتعلق بالأزمة في المنطقة، ربما قد نشهد مثلا، لا نستطيع أن نحكم اليوم أخير البيان الذي صدر، لكن قد نشهد في الأيام القديمة القليلة القادمة توجها ما أو تصريحا ما فيما يتعلق بالشأن السياسي اليمني. نعم، إذا من وجهة نظرك ما هي معطيات الاتحاد الأوروبي التي انطلق منها يعني في توجهه من خلال هذا البيان؟ أولا كما ذكرنا سابقا هناك فشل كبير فيما يتعلق بالتحالف العربي وتحقيق الأهداف التي أعلنها منذ انطلاق هذه العاصفة في 26 مارس 2015. هذا الفشل الكبير تمثل في عدم قدرة التحالف في حسم المعركة في كثير من ملفاتها، فيما يتعلق أيضا بحالة الحصار الموجودة، فيما يتعلق أيضا بالحالة الإنسانية، فيما يتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالشرعية في اليمن. أيضا الانعكاس أو الفشل الذي ترتب أو كان حاضرا في أداء الاتحاد أو التحالف العربي انعكس أيضا سلبا في أداء الحكومة الشرعية وتقصيرها في أداء مهامها في يعني لحد الآن أكثر من عام على تحرير العاصمة عدن والعاصمة المنقطة. لم تستطع الحكومة الشرعية أن تعود بكامل طاقمها أو أن تعود الرئاسة إلى عدن. هناك فشل كبير، فشل أمني، فشل حقوق يعني حقوقي اقتصادي، يعني نحن أمام حالة فشل كبيرة. هذا الفشل من خلاله يتم الاشتغال من قبل المنظمات المراقبة المساندة للوضع الإنساني في اليمن، فوجدت ثغرة للعمل والاشتغال وإصدار مثل هذه التقارير التي هي نتيجة وتحصيل حاصل للوضع الموجود المتدهور على الأرض. نعم، إذا ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ البرا شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان من لندن. مساء الخير أستاذ برا.
اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ براء. يعني دعوه الاتحاد الاوروبي في هذا التوقيت هل تحمل اي مؤشرات نحو حلحله الازمه وايقاف الحرب في اليمن؟ شخصيا انا ارى ان حل الازمه في اليمن لا يزال بعيد. الكثير المشكله من المراقبين من يعتقد ان بعض الجهات الدوليه مثل الاتحاد الاوروبي او الامم المتحده في هذه الظروف حقيقه هي ليس لديها الكثير من الاوراق، لا تمتلك كثير من اوراق الضغط التي تستطيع من خلاله الضغط على سواء الاطراف التي موجوده التي تسيطر على صنعاء او الحكومه اليمنيه. على سبيل المثال مثلا القضايا الانسانيه البسيطه بينها مثلا فك الحصار عن بعض المناطق المحاصره لا تستطيع في هذه في 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 هذه الظروف الحاليه ان 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 ان, أن تقوم بدورها بدورها المعتاد. فلذلك بعض الاحيان تلجا الى انها تحاول ان تذكر انها لا زالت تراقب الوضع، تصدر مثل هذه البيانات، وهي ايضا حتى تعطي اشاره للاطراف المنضويه في الصراع انه حتى وان طال الزمن الكثير من الانتهاكات التي مارست ولا زالت تمارس لا يزال هناك من يراقبها. نعم، يعني هل أفهم من كلامك أن هذه البيانات مجرد إثبات حضور، يعني بيانات شكلية لا فائدة منها؟ يعني إذا رأينا مثلا هذا البيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت مواقفه أقوى بكثير في السابق، وطبعا هذا أيضا يعود إلى مدى الأهمية التي تحظى بها اليمن في اطار المجتمع الدولي. اليمن في ظل الظروف الحاليه لا يسبب خطر مباشر على الاتحاد الاوروبي بنفس الطريقه التي مثلا التي كنا نشهدها مثلا بتدفق اللاجئين الى داخل اوروبا. فهذا يعني هذا احد الاسباب الذي انا شخصيا اعتقد انه أثر على دور الكثير من المؤسسات الدولية في عملها داخل اليمن. النقطة الثانية والمهمة أن الأطراف اليمنية ليست جاهزة للحل، وهذه النقطة المهمة. في أي حل يجب أن يكون هناك الطرف اليمني والأطراف المحلية هي مستعدة للحل، ثم يأتي الدور الدولي كمكمل ومساعد إلى الدور المحلي. نعم، إذن يعني تقارير المنظمات الدولية التي تحدثت عن انهيار الوضع الإنساني والنداء الإنساني أيضا الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاء في اليمن، هل يأتي بيان الأمم المتحدة أو هذا التدخل امتداد له عفوا الاتحاد الأوروبي؟ يعني على سبيل المثال عندما قامت الأمم المتحدة بعقد مؤتمر للإغاثة الإنسانية في اليمن استطاعت الاستفادة من بعض هذه التقارير بالضغط على بعض الدول لأن يكون لها مشاركة أكبر. بعض هذه التقارير تستخدم بعض الأحيان بالضغط على مثلا المملكة العربية السعودية أو حتى على حلفاء المملكة تحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا كونهم يعتبروا أكبر مزودي السلاح للمملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام. قد تستخدم مثل هذه التقارير للضغط عليهم للمشاركة أو لتوسيع حجم مشاركتهم الإنسانية. ولكن يبقى على اليمني أن يفهم أن الحل الأساسي في اليمن هو بأيدي اليمنيين. إذا لم يكن الطرف اليمني جاهز واليمنيين مستعدين للحل لن يأتي هناك حل من السماء، لن يأتي حل من الخارج، لا المجتمع الدولي يستطيع أن يحل ما لم نجده نحن اليمنيين أولا. نعم، يعني ربما ما يؤيد كلامك أستاذ براء أن يعني رغم النداء السابق الذي تم إطلاقه لم يصل إليه يعني من المساعدات المعلن عنها إلى قرابة 30%، يعني وهل هذا يؤكد أنه هذه النداءات ربما لا تغني ولا تثمر المجهود فعلا ولن تقوم بحل أي مشكلة؟ هناك أوراق كثيرة، يعني على سبيل المثال الأمم المتحدة وخصوصا مكتبها الإغاثي كان يلوم دول التحالف أنها مشاركة في حرب كبيرة داخل اليمن، ولكن حجم المشاركة الإنسانية ليس بالحجم الذي هم اعتادوا عليه.
المملكة العربية السعودية هي من كانت من أكبر الداعمين للحكومة اليمنية، وهي من الدول القليلة التي تمول الميزانية مباشرة وتمول المرتبات على سبيل المثال. ولكن بسبب الظروف الحالية امتنعت المملكة لفترة طويلة عن دعم البنك المركزي كونه أنه كان يقع داخل صنعاء. تخبط الحكومة الشرعية وعدم مقدرتها على ضبط الأمور الإدارية داخل عدن أخر الكثير من الأمور وأثر على مقدرة المجتمع الدولي وأيضا الدول الإقليمية في التعاطي مع الملف اليمني بشكل فعال. نعم، إذن شكرا جزيلا لك البراء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذ نبيل، أناقش معك مجموعة من النقاط التي طرحها الأستاذ البراء. ربما ما رأيك في نقطة أن هذا البيان ليس أكثر من إثبات حضور للاتحاد الأوروبي للتذكير بأنه ما زال موجود وبأنه يتابع الأحداث؟ هذا ما قلته منذ البداية، أن هذا البيان هو أشبه باشتغال في الحقل السياسي في الحقل المدني أكثر من اشتغال سياسي نابع عن قرار أو نابع عن رؤية أوروبية للحل في اليمن، وبالتالي هو انعكاس لما تقوله المنظمات الدولية العاملة في اليمن أو التي لها علاقة بالأوضاع أو مراقبة الأوضاع في اليمن. وبالتالي كما قال الزميل براء أنه أكثر أو أشبه بحالة حضور، تسجيل حالة حضور من قبل الأوروبيين في المشهد اليمني، وبالتالي لن يترتب عليه جديد، وخاصة أن أفق الحل السياسي منسدة تماما وتكاد تكون مستحيلة في هذا الوضع. وصلنا إلى مرحلة نعم، يعني هو أشار ربما لهذه النقطة بأن الأطراف اليمنية هي التي لا تريد الحل، ومع أن الحل عمليا لن يأتي إلا بيد اليمنية. المتغير الخطير الآن الذي يغفله الكثير اليوم أنه نحن أصبحنا وصلنا إلى مرحلة للأسف نقولها أنه مرحلة تكون أشبه ما يقال عنه باقتصاد حرب، واقتصاد الحرب هذا يقوم على أساس أو بديل عن مصالح الناس وبديل عن حقوق الناس وبديل عن احتياجاتهم ولوازمهم، واصبح هناك اشبه باقتصاد الحرب الذي يديره جماعه من المتفيدين والذين يستفيدون من استمرار هذه الحرب ويثرون على حساب مصالح الناس الجمعيه ومصالح المجتمع. وهناك مستفيدين من هذه الحرب سواء في اوساط الانقلاب الذين منذ اللحظه الاولى اشتغلوا كانهم تجار حروب واشتغلوا على عمليه اثراء غير شرعيه من خلال نهب اموال الناس ومن خلال نهب مقدرات الدوله ومن خلال الاتجار بمصالح الناس ومصالح الطبقة التجارية. أيضا هناك أطراف الشرعية اليوم أصبحت تمثل جزء من هذه المنظومة، وأصبح هناك يعني مثل القضية الأخيرة التي اكتشفت في حقول نفط صافر تهريب النفط من قبل أطراف محسوبة على الشرعية إلى الإنقلابيين يعني، وما أشبه ذلك. أيضا ما حصل في حضرموت أن قواطر نفط يتم ضخها من حضرموت وتوصيلها إلى صنعاء وبأشبه بعملية تجارة يعني اقتصاد حرب بكل ما تعني الكلمة معنا. وأصبحت هذه الأطراف التي تستفيد من هذا الوضع الغير طبيعي فيه هي تقف اليوم على تطويق الأزمة وتطويلها أكثر قدر ممكن حتى تستطيع أو تشكل في فترة من الفترات جزء من أدوات الصراع أو جزء من أدوات الحل في المرحلة القادمة. وبالتالي نحن دخلنا مرحلة خطيرة، هذه المرحلة نتيجة طبيعية لطول أمد الحرب وطول أمد عدم وصول إلى يعني نتائج مرضية أو نتائج محققة من خلال الأهداف المعلنة سواء بالنسبة للتحالف العربي أو بالنسبة للحكومة الشرعية. وبالتالي نحن وصلنا إلى مرحلة خطيرة، هذه المرحلة تؤذن يعني بكارثة بكل ما تحمل كلمة، انعكاستها على المستوى الاقتصاد انهار، ليس هناك اقتصاد الآن في اليمن. على المستوى الصحي هناك وباء الآن قاتل بالعشرات والمئات يوميا يصابون بهذا المرض، وهو مرض قاتل المثل بالكوليرا. نحن أمام مأساة حقيقية في اليمن، هذه المأساة تتعاظم اليوم نتيجة للفشل الكبير موجود في التحالف العربي، وأيضا حالة المكابرة والإصرار والعدمية والغباء والعنقهية الموجودة لدى الأطراف الانقلابية، وحالة السلبية والبلادة التي تمثلها الحكومة الشرعية. وبالتالي هؤلاء الأطراف الثلاثة هم المسؤولون اليوم عن حل هذه المعضلة اليمنية، هما الحكومة الشرعية والانقلابيون والتحالف العربي. أنا باعتقادي هذه الأطراف بيدها أن تفعل الكثير، وخاصة لو أرادوا. إذا أرادوا، لكن أنا باعتقادي حتى الآن كمراقب أنه ليس هناك أي رغبة حقيقية سواء على التحالف في حسم المعركة في اليمن أو على الأطراف الرئيسية الموجودة وهي التحالف الانقلاب والشرعية. وبالتالي هذه إشكالية خطيرة، يتحمل مسؤولية كل ما يتم من جرائم حرب ومن جرائم بحق حقوق الإنسان ومن جرائم إنسانية يتحملها هذه الأطراف الثلاثة. ما الذي يستفيد المجتمع الدولي من يعني سلبية هذه الثلاثة الأطراف وعدم
يعني ذهابها إلى الحل السياسي؟ نحن يجب أن لا نتصور أن المجتمع الدولي منظمات جمعيات خيرية. المجتمع الدولي مصالح وقوى تتصارع، وقوى لها مصلحة في أن يكون هناك سوق للسلاح، ولها مصلحة في أن يكون هناك أيضا مناطق لتحقيق نفوذ جديد في هذه المنطقة. هناك يعني مصالح واضحة للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي الذي نحن نعول عليه كثيرا إن صح لنا نعول، نحن نعول على المنظمات الحقوقية، المنظمات الحقوقية التي تتمتع إلى حد كبير بنوع من النزاهة فيما يتعلق بتوصيف الوضع في اليمن، لكن أن نعتمد عليها في أن تحقق شيء، أنا باعتقادي هذا نوع من عدم الموضوعية في التعاطي مع هذا الشأن. يعني بالأخير هذه المنظمات كل ما تستطيع أن تفعله هو بيان حال حقوق الإنسان، أما العمل الحقيقي المرتكز هو يتطلب جهد سياسي، أيضا جهد سياسي من هذه الدول التي تستطيع أن تضغط على هذه الأطراف، تستطيع أن تتدخل بنوع ما في أن تقارب وجهات النظر أو تعمل على تقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف، أو أن تضغط على بعض الأطراف في الالتزام بما سيتم الاتفاق أو بما سيتم الدفع نحو الاتفاق حوله. لكن حتى الآن أنا باعتقادي ليس هناك جديد، كل ما هنالك هو مزيد من الانهيارات الكبيرة في الوضع في اليمن. الوضع الإنساني أصبح لا يطاق، يعني حتى الآن أصبح نشعر بسلبية كبيرة نحن كمراقبين للوضع. يعني ليس هناك جديد، حتى أنك تشعر أحيانا أنك تكرر كلاما في الهواء، وكلام باعتقادي أنه لا يفيد ولا ينفع في إطار هذا الوضع الذي يكرر حاله وما إلى ذلك من الأمور. إذن يعني هناك من يقول أستاذ نبيل أن هذه التصريحات أو البيانات تأتي أو تمضي بلا رؤية حقيقية، لا تسند لمرجعيات أساسية، خصوصا يعني فيما يتعلق بالمشاريع على الأرض، يعني مجرد بيان كتب وقيل. هو طبيعي أن يعني يصدر مثل هذه البيانات بهذا النوع من الاستهبال، أنا نسمى التعبير لأنه صح التعبير، لأنه في الأخير إذا تحدثنا عن مرجعيات نحن نعرف جيدا أن كل الأطراف الفاعلة، سواء الانقلابيين، سواء حكومة الشرعية، سواء أيضا التحالف العربي أو حتى المجتمع الدولي المراقب، سواء الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي أو الروسي أو غيره من الأطراف الدولية، كل هذه تعرف جيدا مسألة الحل في اليمن، وتعرف أيضا المرجعيات، وتعرف كل تفاصيل هذه العملية التي حفظناها على امتداد عامين من الجدل والجدل المضاد. وبالتالي أنا باعتقادي أن نتحدث عن مرجعيات ونتحدث، يعني بالأخير يجب أن نركز على بدرجة رئيسية على أنه ليس هناك نوايا صادقة للوصول إلى حل في اليمن، هذا الذي نستطيع أن نقوله بكل ثقة في هذه المرحلة. كل الأطراف حتى هذه اللحظة أصبحت جزء من عملية استمرار الأزمة وليس جزء من الوصول إلى حل، سواء الشرعية أو الانقلابيين على حد سواء أو التحالف العربي. التحالف العربي أنا أعتقادي أنه الأزمة الخليجية الراهنة انعكست سلبا على الوضع في اليمن وستزيد الطين بلة. ما يجري في الخليج اليوم من أزمة كبيرة بين أطراف التحالف العربي هي بالأساس ستنعكس علينا سلبا، وستؤدي في الوضع في اليمن إلى أكثر تعقيدا، وستؤدي إلى خلط أوراق كثيرة، وستؤدي أيضا إلى نشوء جماعات جديدة وأطراف جديدة تحاول أن تضاف إلى القوى الفاعلة الموجودة على المشهد اليمني، وستؤدي إلى إطالة أمد الأزمة مجددا وتعقيد المشهد السياسي وعدم الخروج بأي حلول حقيقية. إذن أستاذ نبيل، أنت وسادة المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني هناك من يتساءل أين دور الاتحاد الأوروبي اليوم من تعهدات المانحين في دول الاتحاد، يعني متابعة الوفاء بتلك التعهدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية، إن صح القول أنهم يعني يقلقون لأجل هذه الأزمة الإنسانية. هم ليس قلقين، الاتحاد الأوروبي لا يقلق مطلقا، لأنه الاتحاد الأوروبي بالأخير غير معني بالأوضاع في اليمن، لأن اليمن ربما هم ينظر الأوروبيون إليها أنها خارج إطار النفوذ الأوروبي الحقيقي لهم، النفوذ الأوروبي المتمثل بالنفوذ الموجود في الخليج وشمال أفريقيا، واليمن تعتبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي ليست مجال حيوي بالنسبة لهم. الجانب الآخر والأهم أيضا، الاتحاد الأوروبي كلما كان يهمه في الموضوع هو ذلك الاجتماع الذي عقد في سويسرا وخرج ما يقارب مليار دولار. هذا المليار دولار تم تحويله إلى أرصدة المنظمات الدولية، الأمم المتحدة ومنظمة الإغاثة الدولية وكثير من منظمات الغذاء والصحة العالمية، هذه المنظمات التي تستهلك أكثر من 50% من هذه الأموال كميزانية تشغيلية،
كميزانية تشغيلية لها ولطواقمها ورواتب أفرادها الذي رواتب التي تصل إلى أرقام خيالية، وبالتالي هذا الذي يهم الاتحاد الأوروبي أن تظل المجتمعات أو أن تظل منظماته عاملة وحاضرة في المشهد، ولا يهمه بالأخير أوضاع حقوق الإنسان أو الحالة الإنسانية في اليمن. هذا باختصار شديد حول دور الاتحاد الأوروبي في الوضع في اليمن. نعم، إذا يعني لماذا أو ماذا عن الواجب الإنساني لهذه المؤسسات؟ يعني وما مدى أهمية التحول من صناعة القرارات إلى العمل على أرض الواقع فعلا؟ يجب أن ننظر إلى الاتحاد الأوروبي على حالتين أو على مرحلتين. المرحلة الأولى في الاتحاد الأوروبي الجانب الرسمي الحكومي الذي يبحث عن سوق لبيع السلاح لشركاته الكبيرة في المنطقة العربية، والجانب الآخر من الاتحاد الأوروبي هو الجانب الحقوقي المدني، وهذا الجانب الذي نسمع كثير بياناته وتنديداته وتصريحاته، وهو جانب غير فاعل رسميا بقدر ما هو جانب حقوقي مدني، وبالتالي ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي هو غير ملزم على الإطلاق إن لم يكن عبارة عن صدى أو تكرار غير فاعل لما تصدره المنظمات الحقوقية والإنسانية في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هناك فجوة كبيرة بين الجانب الرسمي والجانب الحقوقي المدني. كل ما يصدر الآن هو وكل ما نراه من بيانات هي أكثر تعبيرا عن حالة حقوق الإنسان الصادرة عن المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية المدنية. أما الجانب الرسمي أنا باعتقادي الجانب الرسمي ليس له موقف واضح وصريح مما يجري في اليمن حتى الآن. نعم، إذا لما لا يتم الاشتغال على أسباب الأزمة في اليمن كما وصفتها قرارات الأمم المتحدة والبيانات ذات الصلة؟ يعني إن كان تم هذا الحل أليس يعني أو الاشتغال على أسباب الأزمة لم تنف يعني تكون تنفرج هذه الحرب قبل هذه أن تصل هذه الأمور إلى هذا الحد؟ أنا باعتقادي كان هناك قرار صادر عن الأمم المتحدة الشهير 2216، هذا القرار هو كان الوحيد الذي وضع الجذور الحقيقية أو التوصيفات النقط على الحروف فيما يتعلق بالوضع في اليمن. وصف الوضع أنه عبارة عن انقلاب ضد الشرعية، وقال أن الخطوات الحقيقية للحل في اليمن تكمن في إسقاط الانقلاب، عودة الميليشيات إلى أماكنها، تسليم السلاح. أنا باعتقادي هذه النقط الجوهرية، كل ما تراكم بعد ذلك من قرارات ومن تدويلات للأزمة في اليمن ومن حوارات ومن نقاشات ابتداء من بيل إلى الكويت إلى غيرها من الجولات التي خوضت فيها نقاش طويل، كلها كانت يعني عبارة عن نقاشات في هامش المتن الحقيقي للقرار 2216. اليوم نحن الآن على مدى عامين وثلاثة أشهر تقريبا من صدور ذلك القرار، نحن أصبحنا اليوم لم نعد نناقش مضمون الجذور الحقيقية للأزمة في اليمن، وأصبحنا اليوم وخاصة كل ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإنسانية اليوم أصبحت بعيدة جدا كل البعد عن أسباب الجذور الحقيقية للحرب، واستطعنا نناقش اليوم أو لجأنا كلنا جميعا حتى بما فيهم نحن الذين يعتبر طرف مراقب في للوضع، أصبحنا نناقش اليوم ما يسمى بالنتائج وليس الأسباب. اليوم كل النقاش الذي يتم هو في نتائج الحرب أو في نتائج الأزمة في اليمن. نتائج الأزمة في اليمن الوضع الإنساني، الوضع الحقوقي، الوضع الصحي، يعني هذه هي نتائج حقيقية، نتائج طبيعية لوضع الجذور الحقيقية للأزمة اللي هي الانقلاب، اللي هي الحرب، اللي هي الميليشيات، اللي هي السلاح. وبالتالي لماذا يعني يتم التركيز على النتائج متغافلين أولا الأسباب؟ جزء كبير جدا من حالة الوصول إلى مرحلة النقاش النتائج هو إطالة أمد، يعني نحن حينما رأينا كل هذا الوقت يعني والقفز على كثير من مراحل النقاش عن مناقشة الجذور الحقيقية لإطالة أمد الحرب. حينما تطول الحرب الناس لا تلتفت بعد ذلك للأسباب، الناس تلتفت لما تعاني منه إلى النتائج، ويصبح الناس مشغولين بالنتائج لا بالأسباب الحقيقية، وهو الحاصل اليوم. طيب هذا ما يحدث للناس الطبيعيين المواطنين الذين يقعون تحت كل هذه الضغوط، ماذا عن مجتمع دولي ربما يعني بعيد عن هذه الضغوط؟ ماذا عن التحالف الذي جاء ليدير المعركة وأعلن أنه سيعيد الشرعية وامتد به الزمن حتى اللحظة؟ ماذا عن الحكومة التي يعني يفترض أنها شرعية وتثبت ذلك بالنسبة لمواطنيها على الأقل؟ أنا سبق وأن قلت أن هناك فشل كبير. نعم. وأن هذا الفشل يتحمله بدرجة رئيسية التحالف العربي في الحكومة الشرعية. هذا الفشل الكبير الذي أدى إلى تأخر أمد الحسم حتى كل هذا الوقت وأدى إلى هذه المضاعفات الكبيرة والخطيرة هو نتيجة لعدم وجود رؤية حقيقية فيما يريدون في اليمن، وسؤال ماذا بعد سقوط الانقلاب. وبالتالي هذه الأطراف هي ليست لم تدخل اليمن بي بي يعني لا تعلم كثير من تفاصيل المشهد الداخلي، هي عندها
بعض التفاصيل، وكان هدفها الرئيسي هو أن تصل لهذه المرحلة، إنه عدم الحسم في اليمن بمعنى إعادة تشكيل خارطة جديدة للقوى في اليمن. هذه القوى والخارطة هي لمصالح أو تعكس حقيقة الهدف الحقيقي من الدخول إلى اليمن، وهو إعادة رسم خارطة للمشهد الجديد، هذا المشهد يتم التحكم به والسيطرة عليه من قبل الأطراف المشتركة في هذا الحرب. وبالتالي أنا باعتقادي أنه انفجارية 21 أو 26 مارس 2015 هي كانت نتيجة طبيعية لحالة الفشل الذي حصل في 21 سبتمبر. انقلاب 21 سبتمبر كان نتيجة طبيعية أيضا لما قبله من أحداث أدت إلى أن تتدخل الأطراف في التحالف العربي قبل أن تشكل التحالف العربي، وأن تدفع بالحوثيين لتصفية حساباتها مع ثورة 11 فبراير، مما أدى إلى انهيار اليمن بعد ذلك. اليوم يتكرر نفس المشهد وبنفس الأدوات، وإن اختلفت الأدوات أو اختلفت بعض الحقائق على الأرض، أنه يتم توظيف اليوم جزء من هذا الانقلاب، وخاصة جزء علي عبد الله صالح وما يتعلق بعلي عبد الله صالح ومنظومته السابقة، في إعادة رسم خارطة جديدة للقوى في اليمن، بمعنى تكرار نفس الخطأ الذي من خلال جماعة الحوثي أرادوا أن يرسموه. اليوم يريدوا أن يرسموا مشهد آخر بأدوات علي عبد الله صالح وما تبقى من من من, من بالقضاء على ثورات 11 فبراير، بالقضاء على الأطراف الرئيسية الفاعلة كالإسلاميين في المشهد اليمني، بالقضاء أيضا على كثير من شباب الثورة الذين أو القوى الثورية التي لم تتبلور بشكل جيد حتى الآن، لكنهم يراد اليوم يعني القضاء على الثورة والقضاء على مثل هذه الحوامل الثورية، وبالتالي العودة لنقطة الصفر والعودة مجددا إلى الحديث عن إعادة ترميم المؤتمر الشعبي العام وترميم نظام علي عبد الله صالح والدفع به إلى كفاءة رئيسي في المشهد القادم في اليمن. نعم، إذن أستاذ نبيل، يعني كل هذه الأسباب التي تحدثت عنها للأسف الشديد يعني أكثر ما يؤرق هو أن الحالة الإنسانية عمليا تنحدر يوما بعد يوم، كل يوم يمر على المواطن اليمني معناه يعني معاناة جديدة وازدياد لهذه المعاناة. ربما قلت أن الحل لن يأتي عبر الأمم المتحدة، لن يأتي عبر منظمات الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا ألا يوجد مركز الملك سلمان؟ ألا يوجد يعني دعم التحالف الذي يفترض أنه يدعم الحالة الإنسانية السيئة التي وصلت إليها البلاد؟ للأسف أيضا حتى مركز الملك سلمان أيضا تحول إلى واحد من الأدوات من اقتصاد الحرب لبعض الأطراف الموجودة والمحسوبة التي تدير هذا المركز. هناك أطراف محسوبة على الشرعية وأطراف محسوبة على تحالف الشرعية موجودة تدير هذا المركز، وإدارة سيئة استطاعت أن تصنع اقتصادا لها وللتابعين لها في إطار هذه الأزمة، واستطاعت تحويل هذه المعونات الإنسانية إلى تجارة في السوق السوداء، ويعني عملية إعادة ترتيب نفوذ وتأثير في المجتمعات من خلال هذه الأداة التي كان يفترض بها أن يتم رفض الحالة الإنسانية في اليمن بشكل كبير. لكن نعم، هناك فشل وهناك خلل وهناك فساد كبير في أداء مركز الملك سلمان، وعدم قدرته على يعني تغطية الملف الإنساني والملف الإغاثي في اليمن. نعم، إذن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ أيمن نبيل المحلل السياسي من ألمانيا. مساء الخير أستاذ أيمن. أهلا بك. مساء النور. أهلا بك. بداية، كيف تقرأ دعوة الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت؟ أقرأها في سياقها الأوروبي الخاص وفي السياق الإقليمي المحيط باليمن، يعني في الإقليم العربي في المشرق العربي. أولا، هناك المشكلة الأزمة الخليجية هذه التي قامت الآن بين بعض من دول الخليج وقطر، قد تعطي انطباعا لأطراف كثيرة في العالم بأن هناك مساحة للتدخل ولعب دور في هذه المنطقة المهمة للعالم كله. هذا جانب. الجانب الآخر أن الاتحاد الأوروبي عندما نتحدث عنه، طبعا نحن نتحدث بالدرجة الأساسية عن ألمانيا وفرنسا، شهدت منذ فترة وترقبت وراقبت الأداء الأمريكي وعلاقة الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وعبرت القيادات كثيرة في الاتحاد الأوروبي عن خيبة أملها وذهابها نحو خيارات أخرى. طبعا الاتحاد الأوروبي وأوروبا حتى من قبل تولت طوال العقود عبارة عن تابع سياسي للولايات المتحدة الأمريكية، وكما هناك تعبير كان شهير أن الاتحاد الأوروبي عبارة عن عملاق اقتصادي وقزم سياسي. لا. الآن هذا منذ بداية السنة، منذ تصريحات ترامب وأخيرا نقض أو انسحاب أمريكا من اتفاقية المناخ، اتفاقية باريس للمناخ،
حاولت الدول الأوروبية وبالتحديد ألمانيا أن تخطط يعني طريقا آخر في كثير من الملفات، حتى بينها بناء جيش أوروبي موحد، محاولة لهذا في المستقبل يعني، ولكن بدأت بالتلميح لهذا. والأمر الآخر أن هناك منذ مارس إن لم تخني الذاكرة كانت هناك دعوات ألمانية لإقامة مفاوضات في برلين أو في ألمانيا في أحد المدن الألمانية بين الأطراف اليمنية المتصارعة كما يقولون يعني. فهذه الآن الدعوة الأوروبية عموما هي لم تحمل شيئا جديا، لم تحمل أفكارا، لم تحمل مشاريعا، حملت فقط مجرد يعني الدعوة للحوار وتجديد هذا يعني الظهور في المسرح العمل. ويترافق هذا أيضا مع الفشل الذريع للمبعوث الأممي، حتى أن هناك إشاعات كانت نفاها طبعا الأخير أنه أقيل من مهمته، ولكن الناس ترقبوا وتلقفوا هذه الإشاعة بعدم مفاجأة يعني وبتوقع لأن أداؤه كان فاشلا. هذه كل العوامل التي أستطيع من خلالها فهم دخول الاتحاد الأوروبي للمشكلة في اليمن والحرب في اليمن. نعم، إذن تصريحات الاتحاد الأوروبي هذه يرى هناك من يرى يعني أنها مجرد بيع وهم في سياق الحضور السياسي، هل أنت مع هذا الرأي؟ في الحقيقة نعم، يعني في نهاية المطاف ليس بيعا للوهم ولكنه محاولة لفعل شيء، وكل ما يستطيعون فعله الآن هو الدعوة للمفاوضات، لا يستطيعون فعل شيء آخر يعني، الواقع الآن لا يسمح بغير هذا. نعم، إذن هناك هو يعني بين النداءات والبيانات التي تصدر وبين الواقع الإنساني في اليمن، كيف تفسر وجود هذه الهوة أستاذ نبي أيمن؟ هناك افتراض في السؤال أصلا أنا أختلف معه، وهو أن هناك هو أساسا بين المطروح وبين الواقع. في حقيقة الأمر أن الواقع أصلا يناسب له هذه الدعوات، يعني لا توجد هو إطلاقا، بالعكس هناك مطابقة للواقع، بمعنى أن هناك حالة جمود عسكري، لا يوجد أي تقدم لأي أحد من الطرفين، يعني لا الحكومة تتقدم ولا الحوثيين والتحالف الحوثي وعلي عبد الله صالح، القوات هذه لا تتقدم، لا تقوم بفعل أي شيء. دعني أوضح سؤالي أستاذ أيمن، لم أقصد ذلك، يعني ما قصدت أن هناك نداءات إنسانية كبيرة ربما يعني بقدر الواقع الإنساني السيء في اليمن، ولكن الاشتغال على الأرض لا يوجد بهذا القدر بقدر ما تطلق النداءات والبيانات. عموما هذا أصلا هذا هو الواقع، هذه هي السياسة الخارجية لهذا العالم يعني. في نهاية المطاف يعني هناك الآن قدامك الآن سوريا، الشعب السوري يذبح منذ سنوات، ولكن ماذا فعلوا له؟ هناك أقصى ما يقومون به هو إعطاء الملايين، إعطاء الملايين، الإعلان عن إعطاء ملايين اليوروهات للاجئين وخلاف ذلك، ولكن الشعب السوري يذبح أمام الناس أجمعين منذ 5 أو 6 سنوات. الآن اليمن نفس الكلام، يعني لا يوجد شيء آخر يستطيعون فعله، هناك فقط محاولة الانتظار لمن سينتصر في المعركة، وإن لم ينتصر أحد فإن هناك متاجرة طبعا بالجانب الإنساني، وهو جانب مؤلم وجانب كارثي طبعا. أي الناس فعلا هناك ناس الآن تموت من الجوع، الأمر مش أمر سهل ولا أمر هين، ولكن في نهاية المطاف الحل لهذه المسألة ليس فقط الدعوات لكن حل سياسي. الآن الحل السياسي معدوم، وبالتالي هناك هذه الإشكالية الكبيرة التي ترافق أي حل أو أي دعوة لحل في اليمن. نعم، إذن يعني لو نظرنا إلى المعطيات العسكرية والسياسية، هل هناك انسجام بينها وبين الدعوات الأممية لوجود هذا الحل السياسي، وخاصة مع وجود التوجه الأوروبي الأخير؟ طبعا يعني هناك فرق بين ما نريده نحن وما هو في الواقع. طبعا للأسف أن هذه الدعوات الآن دعوات المفاوضات فقط، إنهاء الموضوع ووجود شراكة من غير أي قيد أو شرط يعني وأشياء من هذا القبيل، هي توافق الواقع، لأن ما دام هناك توازن في الواقع، هناك توازن على الأرض، لا يوجد أي انتصار أو تقدم عسكري. أصلا الحروب تحل بطريقتين، إما هناك حسم عسكري يفرض على الطرف الآخر بعض الشروط أو كل الشروط أحيانا للاستسلام مثلا، طبعا في الحالة اليمنية هذا يبدو صعبا إذا، لكن لابد أن يكون هناك شيء من التقدم العسكري. الآن لاحظنا مثلا في قبل أسبوعين كان هناك تقدم في مدينة تعز في الريف أقصد، وليس فقط في المدينة، ولكن خذل هذا الهجوم بعد يوم واحد وتركت كل المواقع، وقيل آنذاك أن هذا انسحاب تكتيكي. طبعا هذا فقط تعبير ملطف لعدم دعم هذه التحركات. في نهاية المطاف ماذا يستطيع هذا الواقع أن يلبي؟ لا يستطيع أن يلبي فقط إلا دعوات المفاوضات، لا يستطيع أحد أن يقول غير هذا يعني للأسف. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن نبيل المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. بالنسبة لك أستاذ نبيل، كيف تفسر أنت يعني ما يعني يتم إطلاقه من نداءات وبيانات وبين ما هو موجود على الواقع؟ كل البيانات التي تصدر اليوم هي عبارة عن تسجيل الحضور كما أسلفنا سابقا، بينما على أرض الواقع هناك تعقيد كبير للأزمة، هناك حالة مراوحة، حالة
جمود عسكري لا جديد في المشهد، هناك نوع من الاشتغال على مدى إطالة أكثر مدى لهذه الحرب، فيما تظل المنظمات تسجل حالة حضور بين مرة فترة وأخرى، إصدار بيان، تحصيل حاصل فيما يتعلق بالملف الإنساني والحقوقي، لكن على الأرض حقيقة هناك انسداد أفق المشهد السياسي. هذا المشهد السياسي أيضا متبوع بنتائج سلبية للأزمة الخليجية كعام والمشهد الإقليمي بشكل كبير، وبالتالي سنظل نراوح في هذا المكان حتى ربما تحصل مفاجأة هنا أو هناك، ربما تحصل انفراجة هنا. إذن في ظل هذا الجمود السياسي أستاذ نبيل، يعني وربما انغلاق لأي نافذة لحل سياسي خاصة مع توتر الخليج ويعني الدعوات التي تطلق إنسانيا فقط في هذا الجانب، أين يمكن أن يعني تذهب اليمن في كل هذه المعطيات؟ اليمن لم يصيبها أكثر مما قد أصابها، نحن في عمق الأزمة وفي عمق المعاناة منذ أكثر من عامين بدرجة رئيسية. كل ما هنالك اليوم نحن لم يعد نخسر الكثير في اليمن، نحن قد خسرنا كل شيء، خسرنا وطن، خسرنا ممتلكات مقدرات كثيرة، خسرنا خيرة شباب اليمن. الآن الدائرة تدور على المشهد الخليجي، الخليجون مصيرهم ومستقبل هذه المنطقة كلها مرهون بما سيتحقق في اليمن. الطرف الرابح في اليمن هو الطرف الرابح إقليميا، هل يعون ذلك؟ هذا راجع لهم. أنا باعتقادي المشهد اليوم أكثر وضوحا وأكثر اتضاحا وشفافية للجميع، من أراد أن يتعظ المشهد في اليمن مقبل على تغيرات جذرية في المشهد الإقليمي، فمصير الجميع اليوم مرتبط بما سيتحقق في اليمن، شاءوا ذلك أم أبوا، هم مرهونين اليوم بتقرير مصير اليمن. وماذا عن اليمنيين أنفسهم؟ اليمنيين أنفسهم للأسف الشديد أقولها في هذه المرحلة، جزء كبير جدا هم كبير جدا منهم مربوطين وأشبه بأسرى مع التحالف العربي، هذه الحقيقة التي يجب أن تقال للتاريخ. لكن في حقيقة الأمر نحن في بلاد المفاجآت، اليمن دائما بلد المفاجآت والرمال المتحركة، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالذي قد يحدث في اليمن. ربما أنتم أكثر دراية يعني وأنتم تراقبون الوضع منذ 2011، ولا يعني في كل مرة هناك شيء. أنا أقول بلاد المفاجآت تاريخيا، يعني على المشهد مفتوح على مدى 50 سنة الماضية هناك أحداث لم يكن أحد يتصورها أو يتخيل وقوعها، كالوحدة اليمنية، كالانتصار، كثورة 26 سبتمبر، كهذه الأحداث الكبيرة. أيضا هذه الأحداث فاجأت كثير من المراقبين الذين كانوا أشد قربا من وقراءة للمشهد اليمني، لكن كانت هذه النتائج مذهلة لهم. أيضا ثورة 11 فبراير، أيضا التحالف العربي وما آل إليه الوضع في اليمن، يعني كل هذه بلاد المفاجآت، وقد لا نستطيع أن نتنبأ بالمفاجأة القادمة التي قد تحصل في المشهد اليمني. أتمنى أن تكون مفاجأة سارة، يعني لقد تعب اليمن من المفاجآت السيئة. شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البوكيري الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم، وشكرا أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.